السلام ورحمة الله وبركاته. أنا محمد بوعلاقة القاطن بجماعة ليلة ميمونة. المعاناة اللي كتعاني منها الدائرة 3 بجماعة ليلة ميمونة اللي كتعتبر القرية النموذجية الأولى بالمغرب، انقطاع الماء بشكل تام. إلا جا الماء كيجي بعض الأحيان في الليل مع 3 مع 6 خصك تبقى عساس عليه باش أنك تعمر الماء، يعني حنا ما كنشوفوش الماء نهائيا. وطالبنا بهذا الحق هذا ومشينا عند المسؤولين ودرنا فيديوهات وما خلينا ما درنا، درنا جميع الاشكال النضاليه من اجل الماء وما كاين حتى شي نتائج. لحد الان مازال المشكل ديال الماء مازال كاين وما كاينش حل نهائيا وما كاينش اللي كيعطيك حتى علاش الماء مقطوع، في كاين السبب، شنو هي الحلول؟ ما كاين حتى شي حاجه، صافي مخليك حتى بلا ما في قريه نموذجيه اللي كتعتبر الاولى في المغرب وساكتين. شنو هو الحل؟ يجي عندك شي واحد يقول لك شنو هو المشكل، شنو هو الحل؟ ما كايناش نهائيا. حنا راه كنعانيو واحد المعاناه كبيره، وهاد المعاناه هادي راه على ما اظن 3 سنوات وهي مستمره على هذا الحال. والمعاناه الثانيه هي الشارع، واللي كيتعتبر هو الشارع الرئيسي، كتوجد فيه الغبره بزاف. واحد الشارع كارثه، تقدر تكون دايزه طوموبيل اللي يضرب حجره تلاوة عندك. واحد المشكله لا حول ولا قوه الا بالله، كنعانيو من الغبره بزاف. مرضنا مشينا للسبيطار ولات عندنا حساسيه دائمه. كنطالبوا الناس المسؤولين انهم على الاقل على الاقل يقولوا لنا غير شنو واقع، غير شنو الاسباب، والحلول ديك الساعه نناقشوها ولا ديك الساعه نشوفوا حلول. المهم يقولوا لنا غير الاسباب، راه ما كاين اللي كيهضر معاك، ما كاين اللي كيدويك، ما كاين اللي كيديها فيك. المشكل ديال الماكينه غير الدائره 3 و4. والمشكل ديال الطريق، المشكل ديال الطرقان لحد الان راه ما كيصلحوا شي طرق غير رئيسيه وسامحين في الطريق الرئيسيه. فهمتش بحال اللي كيقولوا لك نتوما واش ما فهمتش واش مهمشين، واش حنا ما محسوبينش على جماعه لا. من الان راه كاينين شي دوائر راه هما مصلوحين، دايز لهم الشانطي، دايز لهم الراسيف بطريقه جميله ونقيين. المهم حسن من هذا الحال اللي كنعيشوا فيه حنا. حنا راه عايشين ماشي في جماعه، راه اكثر من دوار، راه بزاف، راه مشكل كبير هذا. اذا تحدث اليوم، يعني كلامي ليس عن فراغ، تحدث اليوم احنا تواجد في 2021 مركز ليلة ميمونة، يعني ما تبقى من مجموعه ديال الدوائر الان التي تم تشييدها وتم تزيينها وتم تبليطها. اليوم نحن نعاني في مركز ليلة ميمونة بقرب مقربه من الشارع الرئيسي في حاله كارثيه. الناس محرومين حتى من شربه ماء، الناس محرومين حتى من الطريق. اليوم ننادي، هل ليس لهؤلاء كرامه؟ هل هؤلاء اوباش؟ هؤلاء ليس مواطنين المغاربه؟ اليوم كما نشاهد الان يعني الصرف الصحي الذي تحشيدناه في ليلة ميمونة لم تستفد منه كذلك هذه المنطقة. كما تشاهدون يعني المياه العكرة ما زالت في الشوارع رغم ما يدعونه من الإصلاح. اليوم نحن نتساءل ما موقع الدائرة 3؟ ما موقع الدائرة 25 من هذا الإصلاح؟ وما هي مساهمتكم نحو الارتقاء بهؤلاء المواطنين؟ لم يقاموا مواطنين، لهم كرامة، لهم حق في العيش الكريم في هذا، لا للإقصاء، لا للتهميش، لا لخدمة البعض وتهميش البعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.